عايشين بنرقص عالسلالم كلنا. حلوة قوي. لا طولنا ضعف ولا طولنا وعايشين بنرقص على السلالم. عايز اشكر جنات جدا على الاغنيه وكل اللي نفذوها، لانها بجد بجد يعني اول يوم سمعتها استاذ اسماعيل سمعها لنا إيه، قعدنا كلنا في الاستوديو كنا بنعيط. بتعيطوا فين؟ بتشوفي مشاكلك فيها احيانا؟ اكيد طبعا، كلنا عندنا مشاكل، مفيش حد ما عندوش مشاكل. هنضحك على بعضنا، كلنا عندنا مشاكل، كل واحد ربنا مديله مشاكله على قد امكانياته، على قد اللي يقدر يستحمله. مع ان الناس احيانا بتشوف النجم ده وتقعد تحسد فيه، ده